نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 4 حملات تفتيشية في محافظة العاصمة والمحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية، شملت عددا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة. وقد أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بإحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين وضبط عدد من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين، منوهة بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وتم تنفيذ الحملات بالتنسيق ومع وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومديريات الشرطة في المحافظات، وبالشراكة مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.